هلا في ناس شفتها عم تقول انه لون اللبس تبعه اللي كان مصور غير لون اللبس الحقيقي. هلا هذا الموضوع بصراحة غير منطقي. يعني يا جماعة، واحد جيب واحد حمار يعني يكون هو حمار، عرفتوا له أدنين، تمام، حب يمثل الموضوع، حب يمثل الشيء اللي صار، فالأكيد انه رح يلبسه نفس اللبس، يعني رح يشلحه، يعني اللي عمل هالعملة ما رح تصعب عليه انه يشلحه ثيابه ويلبسه لشخص ثاني، فلا هو اكيد انه نفس اللبس، ولكن التصوير الليلي اكيد رح يختلف. والان ساطبق النظرية على نفسي، كما ترون انا ارتدي كنزة سوداء اللون ولكن ليس فيها اي لمعة على الضوء، وفوق هذه الكنزة ارتدي سترة سوداء لكنها تلمع على الضوء. سننتقل الآن إلى كاميرا المراقبة بنظام الإنفراريد وسنطفئ الأضواء. انتقلنا سويا إلى نظام الإنفراريد. إذن الكنزة التي أرتديها بات لونها أبيض، أما السترة فلونها أبيض ناصع أكثر لأن السترة هي لماعة وبراقة، وهذا يؤكد أن اللص الذي دخل منزل نانسي عجرم لم يتم استبدال ملابسه وهو نفسه. المسدس هو من نوع جلوك 17 أو جلوك 17، فأي واحد بيعمل بحث عن هذا المسدس بيعرف أنه هو من الطبيعة الرشقية، يعني بمعنى أنه لما بتكبسي على الزناد أو لما بتطلقيه بيطلق رشق من طلقات من الرصاصات. وهيدا المسدس في منه أنواع، في منه المخزن تبع الرصاص بيحتوي إما على 9 أو على 10 أو على 17 أو على 19 وبيوصل لل 30، فهذا يمكن أن يفسر لماذا هذا الكم من الطلقات. انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي قالوا فيها انه هيدا المرحوم ابنك باجتماع مع نانسي وزوجها فادي. فيها ملامح كتير من ابني. طب فيها ملامح كتير من ابني يا انسي لو سمحت، فيها ملامح كتير من ابني بس ما بقدر باكد لي مشان ما اصلا حدا. انا معك بس ما الواحد ببين ما يجوز ما في فوتوشوب عبلك، ما خص الفوتوشوب، ما هي شكل وجه يا هو يا مش هو، شكل وجه شيء 70% تقريبا من الشبه. طيب طفيناها. بس بدي اسالك، معقوله ما بتعرف صوره ابنك؟ انه معقوله ما بتعرف اذا هذا الشاب اللي بالصوره هو ابنك ولا لا؟ في شبه، انا قلت لها للانسي في شبه 70% من ابني. عم بقول لك بس على معقول واحد يفرجي صور على ابنه بيقول له في شبه، وحضرتك ممكن كنت بالشرطه قبل، يعني شاغل بالشرطه والجنايات وبال ممكن على البرنامج فوتوشوب تطبق صوره مثل ابنه وتحطه. ما بتعرف صوره اذا هيدي صوره ابنك ولا مش صوره؟ ما في صوره يعني واضحه، يعني انا وتعطلي عليها خيو عطلي على صوره في ملامح كثيره متغيره من ابني. انا ما بقدر اقول لك هذا ابني، يعني ما بيجزم اقول لك هذا ابني، انا ما بيزم قلك. معقول واحد بيفرجيك صوره بتقول له ما بعرف اذا ابني ولا لا؟ هلا انت فرجيني صوره حقيقيه، انا بقول لك هذا صورة ابني حقيقيه، هذا ابني حقيقي، هذا مو هيدا الشاب اللي عم بيقولوا انه هو ابنك ومتصور مع ناسي، هيدا ابنك؟ لا ما بتوقع، انا قلت له ما بتوقع ان يكون ابني، ما بتوقع انه انا قلت لنا 70% بالاول لا 70% انه ما هو ابني. لا الجواب واضح، 70% انه ابنك، انه ابني. ايه كيف هلا في شبه من ابني؟ بقول في شبه من في حدا بيقول لي في شبه من ابني، شبه من ابني. هلا جيب لي صوره عاديه يا استاذ صوني بقول لك انا هذا ابني. ولا الاخبار المتوارده على انه يعرفوه وما يعرفوهوش كم متصور معاهم. هيدي الصوره مغلوطه لانه الشاب اللي واقف بين نانسي وبين زوجها هي لمسؤول الاعلامي في اللي بيعمل لدى نانسي اليوم، هو صحفي لبناني يدعى ايليا ابو نجم. وهيدي الاخبار طبعا كانت بس تهدف الى التضليل. ظهر فيديو جديد للشاب الذي اقتحم فيلا نانسي عجرم قطيف مكشوف الوجه يتجول غير ملثم بحذر وعلى مهل ليتعرف على محيط الفيلا ويستكشفها من خارجها قبل ساعة من منتصف ليلة أول يوم بالعام الجديد.
إذا بالكويت صارت سرقة من شخص سعودي يقال يحمل الجنسية السعودية أو سعودي، إذا صارت بقطر من واحد إماراتي بينقال، إذا صارت بسوريا من قبل واحد لبناني يقال. هيدي قصص صحفية كل حدا بيقرأ جريدة جرائم ومعلوماتية وجرائم شرف وجرائم سرقة وهيدا دايما عندكم الأحرف الأولى من الاسم وهل يحمل الجنسية بلده أو لا. لا ننسي هم ما تقول شو جنسيته ولا حدا فينا، لو كان لبناني كنا حنقول لبناني، ولو كان فلسطيني كنت حقول يحمل الجنسية الفلسطينية، ولو كان أردني نفس الشيء. لأن نحن هلأ أنا مشاكل مع الأردن أو فلسطين، بس في ناس حبوا يصطادوا بالمي العكري، وفي سوريين اخذوا الموضوع بيرسونال. اذا اضطريتوا تاخذوا الموضوع بيرسونال لن يحصل، لانكم مبخوعين بالحقيقه، مش عاجبه ما يعجبه. برايك زوجك مش مذنب ما سرق؟ وحتى لو سرقها شو كان بدي نقص عليها؟ شو قصه الفرد؟ فرد اللعبه مو فرد، مو فرد، مجرد لعبه قداحه، مجرد لعبه كان عم يلعب فيها ابني حسن. ماما وين الفرد اللي جبلك يا بابا القداحة؟ ما تعرف؟ أخذ بابا معه؟ يا ريت نجيب وحدة من فلا وشكوية. شو أخذ فرد الصبي يعمل معه؟ فرد القداحة تبع الصبي شو أخذه يعمل معه؟ ما بعرف. يعني واحد إذا رايع على شغله لا بده ياخذ فرد الصبي القداحة معه؟ ما حكالي، كان أول مرة بطالع عمر. استاذ طوني انت مالك مصور شو هو الفرد؟ يعني فرد بغض النظر بغض هو يحطوا شكالي لا بدي اخذ فرد معي شكلي. انا بدي شكلي فرد بجيبه. على بيت بالليل بحطوا شكلي في جيبه. هلا فينا نلاقي 100,000 تفصيل، بس في تفصيل واحد انوجد معه فرد الساعة 2 ببيت ناس غرباء، لا بده يكون هيدا الفرد معه. فكرة أخرى يشكك فيها أهل القتيل، هناك فوارق في الفيديو المسجل من حيث التوقيت، أي أن الدقائق تتبدل فجأة بشكل غير تسلسلي، فكيف ولما حصل ذلك؟ وهل تم التلاعب بالفيديو المسجل من كاميرا المراقبة؟ نحن بس نركب الكاميرا، كنا خصوصا ببيوت نركب الكاميرا تشتغل على الموشن، يعني بس يصير في حركة قدام الكاميرا تسجل، ما في حركة ما بتسجل. يعني ما في مقاطع محذوفة؟ لا أبدا، ما فيك تحز في أصلا مقطع من شيء تسجيل، أو بدك تحز بكل شيء أو ما فيك تحس في شيء. ليه إذا حطيت على برنامج معين وعملت كات وقصيت ومنتجت؟ بس ما هو عم بينحضر الفيديو، مثل ما شفنا مع أستاذ فادي عم بينحضر الفيديو دغري دايركت من الـ NVR، يعني من المكنة اللي مسجلين عليها الداتا، ما إنه عامل له مونتاج، ما إنه عامل له شيء يعني. من قلب الـ NVR ما فيك تمحي شقفة من هيدا التسجيل، أو بدك تمحي كل شيء أو بده يضل كله مثل ما هو. يؤكد أن الفيديو صحيح بنسبة 100% وأن لا تلاعب فيه. المخلوقة قالت انه هي ما بتعرفه للزلمة، يعني ناسي عجرم ما رح تقتل واحد شان 500 دولار، شو بده يكون حسابه يعني؟ عفوا منكم واحد جنيناتي، وهي عم تقول انه ما اشتغل عندها، على فرض اجى قطار الاشجار، بدخل لعندها في نص طيز الليل، بتسلل هيك بتسلل تسلل، بحط على وشه قناع وبلبس كفوف بايديه، وبدخل على الطابق الثاني وبحط مسدس، لازم يفض مسدس براسهم حتى يتاكدوا، لكن موظف هذا بتطلع ورقة توظيف، ناسي عجرم ما بتوقع على الورق؟ إيش يعني موظفته بالشفوي لهالدرجة ناسي عجرم خرطي؟ طب ما في ورقة بس واحدة بتجي بتحكي إنه زي موظف عندها؟ واحد يشتغل على ناسي عجرم ما يطق مع صورتين ثلاثة، ياخد صورة مع الأولاد والحاشية، بكل هالفضيحة ما طلع له صورة واحدة مع العيلة الكريمة. اللي ما حابب يموت بهالطريقة لا يدخل حضو مسلحة بيوت العالم، في 100 طريقة أو طريقة يجيب ناسي عجرم وينزلها لتحت بدون ما يدخل حضو مسلحة لبيته، يفتح لايف من تحت بيته يقولوا يا جماعة الخير ناسي عجرم عملت فيني 1-2-3، يطلع يحكي لطوني خليفة، لعادل كرام، لبرنامج أحمر بالخط العريض، أحمر بالخط الطويل، لك يعني قلت برامج لبنانية بتجي بتطلحكي عن الموضوع. يا أخي تعا حكي عندي بالصفحة رفتح لك صفحتي، بس مو تروح تحدد لنا المخلوقة في نص بيتها وترفع على وشها سلاح وجوزها يرقد وهي ترقد وراك. يعني عزيزي الصوت المسلح يعرض صاحبه للقتل بكل دول العالم، بكل دول العالم، انا وانتو واي واحد فينا اذا بدخل بلاقي ببيته في الصبح بلاقي ببيته في واحد عم يتمشى عم يتسرم ببيته وحيطت قناع وحيطت كفوف ومعه مسدس لعبه برش مي برش خراز، انا ما دخلني، انا بقتله بعدين بفهم شو السالفه.
لك بدكم يعني عرض حياتي للخطر؟ يعني انا حطيت حالي محل المخلوق؟ اي والله بقوم بفضي براسه كل الطلقات اللي بالبيت، مو بس الطلقات، طلقات والطناجر والمعالق والشوك والسكاكين. شو معقوله يعني واحد يدخل على نص بيتي وواحد يطلع مسدس وعم يهددني وبده مصاريي وبده يقتل اولادي واجي قال له انا اقعد افهم منه قصه حياته؟ تعال حبيبي تعال، اقعد حبيبي ليش ما معصب؟ تعال اعمل لك طبق اعمل لك زهورات. ليش حبيبي ليش معصب؟ تعال تكون موظف عندي. كشفتك انت موظف عندي، نحن متخانقين اليوم الصبح لانه غبت. كشفتك، لا هدي اعصابك، روق بالك يا حبيبي، بتاخذ قهوه ولا شاي؟ حط لك فيروز؟ لا روق روق بالرواق، كل شيء بيصير. ما عم تدس لعبه؟ طب تخلى شوف، تخني بقلبي، جرب حبيبي جرب. اذا طلعت خرزه بتنقلع عيني، واذا طلعت مي يا بدل ثيابي. لك اشوف شريف فيكم، بس يدخل حرامي لعنده اورجيكم شو رح تعملوا. والله لا تقلبوا غوريلا، لا تشربوا من دمه للزلمه. تروحوا تصفوا مع المجرم وتصفوا مع الحرام، ولا عينكم على مصاري نانسي عجرم؟ نلبست جريمه للمخلوقه، خلص هي وجوزها نكمس على نفسهم. شو هن معهم مصاري ونحن ما معنا؟ ها شو هن عايشين حياه منيحه ونحن ما معنا؟ خلص قضايا المظلومين السوريين انتهت بالحياه، ما عاد عندنا غير قضيه وحده، هذا المجرم الحرامي. هلا حق السوريين بكل هالبلاد العالم المهدوره ما عجبكم، جيتوا تصفوا؟ لما قررتوا تصفوا تاخذوا موقف، اخذتوا موقف على حرامي؟ لاقونا شي قضيه مشرفه لا ندافع عنها، لاقونا شي وحده مظلومه ندافع عنها، لاقونا شي وحده حريمه ندافع عنها، لاقونا شي وحده جوزها ضاربها ندافع عنها. حبيبي هذا مو سوري، هذا واحد انسان ارتكب جريمه، الله لا يرده ولا يرد كل واحد مثل حكايته، واللي بدافع على الحرامي بيكون هو عنده داخله جواته في حرامي صغير متخبي ما طلع، ما صح له المجال يسرق. يعني لانه ما معقول، يعني ما معقول اللهجه اللي عم تحكي فيها القبيله، هم يروحوا يضبوا ابنهم بعدين يروحوا يحكوا على قانون العشائر. عيب الناس تسرق بيوت العالم بعدين يروحوا يقولوا قانون العشائر ايش بيقول. والله تقول المخلوقه فيقته من بيته راحت قوسته بين اولاده، هي تطيه وجوزها علي صوته مسلح، هي اللي صاطي عليه مش هو الصاطي عليها. يعني لو الحياه والعيب لا افكر انه ناس يعجم راح تهجمت على بيته مش هو تهجم على بيتها، هم رايح لبيتهم وهم جايين يتبلوا عليه. نحن ما بناخذ ابننا من البراد حتى تيجي الدم لعنا، لازم زلمه يطخ حاله حتى تنبسطوا انتو. طيعة من هيك عالم ومن هيك تعاطف. هلا قاعد يطلعون يتحجون بس بفلوس، الموضوع فلوس. وناس طلعت بكل احترام مع انه روع بيتها، قالت انا عزي عائلته، وامه طالعة متبودرة حاطة الكحلة حواجب قاعدة تتحكي عن ابني حرقوا قلبي، والميك اب يا حجيه انت حاطته. مشكله هلا كلهم قاعد يحكون عن الفلوس، قاعدين يكذبون يقولون هو لا فلوس ما ادري شنو هو عشان يطلعون اي شيء. والناس المشكله الناس تصدق، الناس اي واحد يعدي يقولون كلمه يا الله لا هو مو حرامي، لا خلاص هو مو حرامي. انزين ايش كان ايش كان قاعد يسوي في بيت نانسي عجرم؟ والله هو لا فلوس ورايح ياخذه. فجرا يروع اصحاب البيت، المخافر ليش متسوية؟ المحاكم ليش متسوية؟ للأسف. وأهلها بس ما يتكلمون إلا بفلوس 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 بس، تقعد تزيد تزيد، كل واحد يقعد يقول من عنده، ويلا صار سوق على حساب نانسي عجرم. إيش كثر يطالبهم؟ $1,000 2000 3 $10,000. ترى على فكرة $10,000 يمكن يكون قيمة، مع احترامي الشديد، يعني قيمة حذاء واحد عند نانسي عجرم من البراندات اللي تلبسها. ترى على فكرة أهلها رخصة ودمه مو هو، أكثر أكثر وأكثر. تحولت نانسي عجرم وزوجها من ضحية سرقة إلى قتلة وإلى مجرمين وإلى كلام كتير كبير، طالت الكرامات طالت الأعراض، وتحول هذا الشاب من أنه هو داخل في الليل خلسي ليسرق إلى أنه بطل تم قتله، ويجب أنه نحن مثل ما بيقولوا أنه ندافع عنه وننتقم لدمائه. ابنك داخل على منزل بالليل مقنع يحمل سلاح، ولو كان هذا السلاح تبين فيما بعد انه سلاح غير حقيقي، صاحب البيت ما بيعرف شو هو نوع هذا السلاح،
وصار ما صار. كل بي بيعرف تربيته لابنه واسلوبه بهالحياه. مش دايما. ياما في بيات تفاجئوا وانخدعوا بتربيتهم، والحاجه بتعمل اشياء كثير كمان. انا ما بتمنى للمدام ناسي عصر ناسي عجرم يصير بولادها مثل ما صار في ابني، على العكس اطلاقا. اذا اولادها بدهم يروحوا يفوتوا على بيوت الناس انا ما بتمنى لهم، بغض النظر معهم سلاح. بغض النظر يا استاذ طوني، انت لو واعي ببيتك بالليل شفت شخص ملتم ببيتك فايت على بنت صغيره، على بنتك او على ابنها صغيره، شو بتعمل فيه؟ انا ما في يكون معك وانت عم بتحول مجرى قضية كاملة من شخص فايت بالليل ملتم معه سلاح ليسرق بيت، نعمله ضحية مقتول برا، وجابوا الزلمة شلحوا ببيته ليخفي جريمة. انتوا عم بتجروا بدم ابنكم، عم تعملوا كل هيدا الموضوع لانه انتوا طمعانين بتعويضات من ناسي عجرم. انا ما عم بياخذوني بالكلام وجبوني. انا اليوم عم بعمل بس سمحت بس مي استاذ، بس يا شباب قلنا لكم مي. بس سمحت عمي تعبان شوي. ايه بعد بعد تفضل بتمشي حالك بهاي. بنتمنى من كل اللي عم يداوى الاخبار ويركب افلام ويركب فيديوهات ويركب كلام ويركب مثل ما بيقولوا افلام عربيه وامريكيه طويله حول هذه القصه، رجاء رأفة بالشاب اللي مات ورأفة بنانسي وعائلتها وكمان الوضع والأزمة اللي عم بتمر فيها، انه نريح الجماعة، نترك القرار للقضاء اللبناني انه يعطي كلمته، يعطي حكمه بهذا الموضوع وساعتها